بأغلى علم يرفرف في السماء الإفريقية بأغلى علم ترفعه بأيديها العلم الجزائري. هكذا الشبيبة عودتنا ستة نجمات إفريقية من منافسات إفريقية، الشبيبة التي لم تترك أي منافسة إفريقية أقرها الاتحاد الإفريقي إلا وكان لها نصيب منها. هكذا هي شبيبة القبائل، فخامة الاسم تكفي، والتاريخ دون شك حاضر كلما ذكرنا شبيبة الجزائر، شبيبة القبائل بتاريخها، بمجدها العريض، بإنجازاتها، بتتويجاتها. أقول لم تترك منافسة إفريقية اختلقها وأقرها الاتحاد الإفريقي إلا وكان لها منها نصيب، سواء دوري أبطال إفريقيا بمسمى القديم كأس أوروبا للأندية البطلة، سواء كأس الكاف، سواء كأس الكؤوس الإفريقية، سواء كأس السوبر الإفريقية. هاكين وعشرين سنة من الغياب عن نهايات كأس أمم النهايات الكؤوس الإفريقية منذ التتويج أو بعد المرة القادم من الدوري الإسباني مع نادي الباسيتي، واستلم المشوار وكرة عرضية ولكنها تمر إلى ركلة مرمى. كأس الكونفدرالية الإفريقية حتى تكون الأسماء صحيحة. كرة استعادة زكي بولحية، فرصة خطيرة وجول وجول. لا 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 في متابعة للشبيبة، هي الشبيبة، هي الشبيبة عرضية وسهلة لنارسيس لاند. يرتقي نارسيس يسيطر على الكرة لكنه يكسب خطأ. نصل بكم إلى دقيقة العشرين مشاهدينا الكرام منذ بداية شوط المباراة الأول في لقاء الذهاب من الدورة نصف النهائي. اثنين يا بن شريفة، مرت كرة خطيرة خطيرة خطيرة، هي جول هي جول هي جول هي جول بن شريفة جول. لا 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 يا بن شريفة، لا لا لا، محمد بن شريفة وضع فيها القوة دون الدقة. تسديدة كانت تحتاج إلى أكثر دقة. شعرة شعرة يا بن شعيرة، شعرة شقت. إنهم حملوا مجدا وتاريخا وكرة وعبقا. جوبا وقاسي، كرة عرضية خطيرة بالرأس، الدفاع يتدخل. شريفة خطيرة، جول جول جول، غريبة، يا سلام لو تكون في المرمى. ضاعت 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 ولازالت ممكنة يا الشبيبة العرضية. نحن نهدر ما لا يمكن أن يهدر، نحن نضيع ما لا يمكن أن يضيع، ودفاع القطن الكاميروني لا زال متماسكا. تسديدة بعد حفاف حفاف ورحموني وعدان ومدان ومنات، خطيرة هذه الكرة. الهدف الأول في المباراة للقطن الكاميروني، راسية لا ترحم من لامبارت، أرينا الهداف يمضي من أول فرصة. الهدف الأول في المباراة للقطن الكاميروني، أرينا الهداف، رابع أهدافه في هذه المنافسة لامبارت أرينا. لم أكن أقول لتوي احذروا ما غبة تضيع الفرص والأهداف. من أول فرصة على المرمى جاءت اللدغة، لدغة القطن الكاميروني. هكذا الراسية في مرمى أسامة بنبوط، راسية ماكرة من أرينا، وينها التغطية الدفاعية. هكا بولحية شوية معزول لأنه الوحيد في عمق الدفاع، خطيرة. أي 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 الشبيبة تسجل التعادل. الشبيبة التعادل على طريقة من؟ أتذكرون لاعبا قد سجل بهذه الطريقة؟ لا 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 لا، نتمنى الفار ما يلغيش الهدف. ما إذا ألغوه في نظري ما همش ظالمين. نعم 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 نعم، إذا ألغي الهدف، إذا ألغي الهدف فلسنا بمظلومين ولم يظلمنا الحكم. نعم أنا قلت فيها رائحة التسلل، الرائحة صارت مؤكدة، الرائحة لم تعد رائحة بل هي حقيقة. وراء كاد أن يضع سويات، وما زالت لجوبا وقاسي والحارس، وجول 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 وجول. الشبيبة تعادل،
الشبيبة لا تعرف إلا للشباك طريقا، لم يكن البدر بدر الدين، وإنما من رافق البدر كان بدرا، ومن رافق البطل كان بطلا، ومن تقمص ألوان وكرة عرضية خطيرة لفريق الكاميروني، وفرصة حذاري للدفاع، حذاري من كرة مبعدة من الدفاع ببسالة، بفدائية، بروعة بروعة بروعة. أي فدائية يا كروم، أي فدائية يا أحمد يا آيت عبد السلام. خطيرة هذه الكرة، خطيرة فرصة القطن الكاميروني في يواندي. كرة من ركنية من بشعيرة، والرأسية من يتابع، التسديدة تأتي، تسديدة تأتي من بدر الدين سوياد، فعلها في ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو في لقاء الذهاب. لي وليد بن شريفة، كرة الثاني، الثاني يا شبيب، الثاني جول، الثاني ضعها في المرمى، جول 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 جول، دعوها فإنها إلى الشباك تمر، مرت إلى المرمى، دعوها تعبر، دعوها تمر، دعهم هذه الشبيبة أيها السادة التي لا ترحم. ذكرنا الدفاع فأبدع المدافع كروم، ولتوي كنت أذكر المهاجمين، ولعل برقيقة أحد المهاجمين الرائعين، وبويش الذي خطف الأرقام، يأتي الهجوم ويمنحنا